السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردتنا أسئلة عديدة عن كيفية تنصيب الـ MW سوات وشلون أنه أحرض من السوات. أول شيء تروح على الموقع الرسمي اللي هو خاص بسوات، تكتب Soil and Water Assessment Tool، تدخل عليه، فوق أكو سوفت وير، تمام؟ تضغط على السوفت وير، تروح تنزل بالأسفل بعد ما نصبت أنت الأرك سوات. أنت تعرف شلون تنصب الأرك سوات، تروح على أرك سوات وتختار انت يا فيرجن مال جي اي اس النصبة بحاسبتك، تختار الفيرجن تحمله وتنزله. انا هسه النصبة 10.5، فاختار 10.5، نزلته، تمام، ضغطته، هذا هناي، هذا هو، فتحته وحملته، تنصيبه كلش سهل، خطوات بسيطة جدا. نجي على الام دبليو سوات. الام دبليو سوات تبي من تحتاجه بتعريف الترب، يعني سوات الاصل هنا الترب اللي انت حتدخل اللي هي من الفاو سويل ما يعرفهن، فشلون انا اعرف له نسجة التربة؟ تروح تنزل ام دبليو سوات. شلون انزله واسوي له اكستنشن؟ لازم اول شيء تروح على السوفت وير، اسفل السوفت وير هناك موجود بالاسفل ام دبليو سوات، تمام، تضغط عليه. الام دبليو سوات حتى تنصبه 2012 اول شيء لازم، هذا موجود هو ده يقول لك هنا داونلود ام دبليو سوات فيرجن، كهذا اول شيء تسوي الام دبليو سوات حتى تنصبه وتشتغل عليه لازم تنصب له ماب ويندو خاص بي. فش تسوي؟ تروح على هذا الخيار ابدا زبلينك فور فيرجن، مو اي ماب ويندو، فتضغط عليه من هنا تقول له اوبن ان نيو تاب، راح يحمل لك اياه بالاسفل. بعد ما يتحمل ويكمل تقول له شاو ان فولدر، لاحظ انا هنا سويت فولدر سميت الماب ويندو وسويت له اكسترا هير. بعد ما يتحمل وتسوي لك اكسترا هير موجود هنا، تروح تنصب الماب ويندو تلقائيا، ضغطنا نصب الماب ويندو انجلش اوكي. هسه هنا بعد ما نصبنا نروح للبرنامج الاصلي، ننزل سوات الام دبليو سوات، تضغط عليه 2012 وهذا الموجود، تمام، يعني هذا. لكن هم اللي يوصونك انه تستخدم الكيو سوات يعني ان ستيت، فما تاثر ان شاء الله. هسه هاي نيكست، هاي اكمال تنصيب الام دبليو العفو الماب ويندو انستول. هسه راح يسوي لك كونفيجريشن، الى سيت اب كونفيجريشن از انستول، تنصبت، لاحظ هسه فتح لك ماب ويندو. بعد هاي الخطوة شو تسوي؟ لان ضروري هاي الخطوات تسوي له حتى تمد الاكستنشن مال الام دبليو سوات. واي وردتني اسئلة بخصوص هذا الموضوع، دي يطلع لي ايرور، دي يطلع لي ايرور، فانا حبيت اسوي فيديو وانزله لكم. فبعد ما تضغط على الام دبليو سوات راح يتحمل، تروح تفتح هناك تنصبه بشكل طبيعي، يعني من هنا تحمله هذا التحميل، تروح على فينيش. هسه انتهينا من ام دبليو سوات. انا سويت ايضا فولدر ضمن الـ يعني تخلي لك فولدر خاص بتنصيب سوات، تمام. فهسه هناي نجي على الام دبليو سوات، الام دبليو سوات هياته، اضغط منه اسوي تحميل للام دبليو سوات. اضغط من هنا داونلود، متحمل عندي مسبقا، بس ادخل على داونلود ام دبليو سوات هياته، فمجرد راح اخذه اقول له شاو ان فولدر، هذا موجود اللي هو هذا شاو ان فولدر، فين اللي هو هذا، اقول له كوبي، اروح اخذه بدي وانا مسوي مال الارك سوات، وان فتحت اني فايل للام دبليو سوات خليه بي. بعد ذلك تروح على هذا الخيار اللي هو اكسترا هير حتى انه هنا يفتح لك اياه، انفتح. بعد ما تنصب الام دبليو يعني الماب ويندو، تروح على الام دبليو سوات، راح نصب لك اياه تلقائيا بالماب ويندو اللي انت فتحته، تمام. عيني لاحظ هسه
next I accept the agreement next 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 finish. هسه راح ينصب لك اياه من الماب ويندو اللي انت سويته او نصبته، ضروري تنصب ماب ويندو فينيش. هسه وين اروح؟ اروح على السي، وين القاه؟ ادخل على سوات ارك سوات. بعد الارك سوات هسه هاي طبيعي البرنامج مالتك مال سوات الاصلي، شنو اغير بيه دكتوره؟ انت عندك برنامج سوات الاصلي، عندك فقره اسمها داتابيس. انا ايش اريد بالداتابيس؟ اللي هي سوات 2012 ام دي بي، اريد اغير بيها مال اليوزر سويل. اوكي، وين القى هسه انا بصوره عامه اللي هسه قلت عليه قبل شوي الام دبليو سوات؟ تروح على فايل بروجرام 86، تروح على فقره هنا اسمها ماب ويندو. من الماب ويندو تروح تختار هاي بلانكس ام دبليو سوات، راح تلقى هذا الفايل الخاص مال الام دبليو سوات. تمام عيني، من هنا هذا هو موجود الام دبليو سوات. فانا شنو اسوي حتى اسوي اكستنشن بين السوات وبين الام دبليو سوات؟ ماب ويندو جي اي اس ستاف نيكست اي ثينك موجود اصلا انا نصبته خلاص. هسه نجي شنو اسوي؟ ارجع للسي اصلي، ادخل على سوات، اروح على الارك سوات، بعد اروح على الداتابيس، بعد الداتابيس اختار سوات 2012 ام دي بي. بعد ما اضغط هذا الخيار انا اريد اتعلم، يعني عنوان محاضرتنا لليوم هاو تو اكستند الام دبليو سوات ان ارك سوات. تمام، تروح على اكو خيار بالاكسس هذا، تنزل للاسفل اكو شيء اسمه يوزر سويل. يوزر سويل هي يوزر سويل، مجرد ما تفتحها بالاصلي قبل التغيير راح تلقى انواع الترب الموجوده هنا، اصلا ترب ما يعني ما يستخدمها سوات عندنا بالنسبه للمناطق يعني اسيا وغيرها. فشنو تسوي؟ لذلك هم سوون اعاز الام دبليو سوات. فشنو تسوي؟ تغلق هاي النافذه، تروح على اليوزر سويل، تقول له امبورت من هنا، امبورت اكسس داتابيس، بعدين دي يقول لك انطيني المكان الموجوده هي بي السورس اوف ديلينيشن. تروح على نفسه السي على 86 على الماب ويندو بلانك ام دبليو سوات، هذا الخيار تختاره، تضغط عليه دبل اوكي. هنا راح ينطيك قائمه شنو انت تريد تغير، تروح على هاي فقط تقول له يوزر سويل، يوزر سويل فقط هذا الخيار تحدده، تقول له اوكي. بعد ذلك سيف ذا امبورتنت ستيب، تقول له كلوز نورمال بشكل طبيعي. اذا تنتبه هنا تكون عندك اثنين فايلات مال يوزر سويل، يوزر سويل الاصلي واللي هسه نقلناه من الام دبليو سوات اسمه يوزر سويل 1. شنو اسوي؟ اروح على يوزر سويل الاصلي. هسه احد يقول لي من البدايه ليش ما حذفته؟ اذا حذفته من البدايه ما تقدر تسوي له امبورتنت داتابيس، فلازم من البدايه تسوي هاي الخطوات يلا بعدين تجي تحذفه. بعد ما يتكون اليوزر سويل 1 تروح على هذا الخيار تقول له ديليت، ار يو وانت تو ديليت؟ يس، حذفه. اروح على اليوزر سويل 1 اقول له رينيم، امسح الواحد، وضروري جدا من تسوي له تغيير مو تضغط عليه وتفتحه، ما راح يغيره، لازم مغلق، لازم مغلق وتغير. وكذلك ذاك اللي مسحته لازم مغلق من هنا تغلقه، يلا تقدر تسوي له ديليت. بعد هاي الخطوه ما كملت كلش تمام، لهنا نقدر نقول خلصنا وقدرنا نمد الامتداد مال الام دبليو سوات ضمن الارك سوات حتى نقدر نعرف التكستشر مال التربو الخاص واللي حنستخدمه. اتمنى تكون محاضرتنا لهذا اليوم مفيده، التقيكم ان شاء الله بفيديوهات اخرى، واذا عندكم اي سؤال او استفسار راسلونا على القناه. دمتم بامان الله وحفظه.